أخبار اليوم. صادر البزار مدير فرع الهيئة. احنا كنا موجودين في الشارع بره فجايين على المكاتب، هنا في الناس بتبلغنا ده في حريقه في المكاتب. فجينا بلغنا على جهاز اللاسلكي الحي على اساس ان يبلغ المطافي والكهرباء تفصل الكهرباء. فتاخير المطافي عشان الطريق زحمه وكده وبتاع، وجم الناس اتعاملت بصراحه وطفت الموضوع يعني. هو المكان ده يا فندم؟ اداره الحدائق تبع الهيئه العامه لظبط من الكهرباء. طب هو مرجح ان يكون دوت ايه؟ يعني مثلا ماس كهربي ولا ممكن يكون ماس كهرباء؟ لان هي مفيش حاجه هنا خالص، ارض فاضيه ورا يعني. مفيش حاجه، مفيش ولا اي اصابات ولا اي حاجه تعمل خالص. لا مفيش اي اصابات.